مش حرام إنه بعدنا عم نخسر أمهاتنا وبناتنا وصديقاتنا بسبب عدم التوجه إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ لأي أسباب؟ الخوف؟ الوصمة؟ الجهل؟ كل هالأسباب مرفوضة كلياً، خاصة إنه الدراسات العلمية والعالمية أثبتت إنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد نسبة الشفاء إلى 90% ويؤدي إلى إنقاذ الحياة بإذن الله. مشان هيك بطلب من كل سيدة إنه تتحمل مسؤولية صحتها وإنه تتوجه فوراً إلى الكشف المبكر. أمهاتنا، بناتنا، صديقاتنا مش مجرد رقم أو إحصائية، هني سندنا، هني استقرارنا، هني كل شيء بحياتنا.